خديجة راميري عبد الرزاق تريزي وعبد الحليم علي. هذه النبوة الصحفية نقدمها من أجل توضيح ما يجري داخل الاتحاد المغربي للشغل. الاتحاد المغربي للشغل يعيش أزمة حقيقية في الفترة الأخيرة، أزمة الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل. فبعد وفاة المحجوب بن الصديق في 17/8/2010، وبعد المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في 11/12/2010، والذي كان مؤتمرا ناجحا، وبعد بضعة أسابيع من العمل المشترك وفي جو إيجابي، بدأت الصراعات تطفو على السطح من جديد. صراعات سياسية حول مدى الدعم الذي يجب أن نقدمه كمركزية عمالية لحركة 20 فبراير، سياسية كذلك حول الموقف من الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح يوليوز 2011، صراعات كذلك حول بعض القضايا التنظيمية مثل المؤتمر 12 للاتحاد الجهوي والمؤتمر 10 للجامعة الوطنية للتعليم التي لم تعقد مؤتمرها منذ 17 سنة. إذا صراعات ذات طابع سياسي وتنظيمي، صراعات اتضح من خلالها أن البيروقراطية عادت لحالتها القديمة، عادت لشراستها القديمة، وهو ما تجسد في المخطط الانقلابي ضد مقررات المؤتمر الوطني العاشر. هذا المخطط الانقلابي تجسد اولا فيما سمي بمقرر التنظيمي للجنه الاداريه المنعقده في 5 مارس 2012، هذه السنه. هذا المقرر اللا شرعي ولا مشروع كذلك تجسد في حل اجهزه الاتحاد الجهوي هنا في الرباط، وخاصه المكتب الجهوي، واستبداله بلجنه التسيير غير شرعيه وغير مشروعه، وذلك بتواطؤ مباشر من السلطات. كذلك تجسد هذا المخطط الانقلابي في اغلاق وتنحيم مقر الاتحاد الجهوي هنا في الرباط، والذي ما زال مغلقا منذ 9 مارس الماضي، وتجسد كذلك في طرد 3 أعضاء في الامانه الوطنيه من الاتحاد المغربي اذا هذه اجراءات انقلابيه خطيره، اجراءات دكتاتوريه كان لابد ان نقف عليها، وكان لابد ان نعقد هذه الندوه الصحفيه لتنوير الراي العام حول ما يجري في الاتحاد المغربي للشؤون. هذه المنظمه العتيده والتي كنا دائما في خدمتها وفي خدمه الطبقه العامله، اذا لتنوير الراي العام حول ما يجري في الاتحاد المغربي للشؤون، وكذلك لتوضيح افاق العمل بالنسبه الينا داخل هذه المركزيه العماليه العتيده. اذا من اجل كل هذا هيئنا تصريح صحفي هو موجود في الملف ويوجد كذلك بالفرنسيه بالنسبه للذين لا يقرؤون العربيه. هذا التصريح الصحفي ستقراه الاخت خديجه غاميري، وبعد ذلك يوجد لديكم ملف سنقدم محتوى هذا الملف لتسهيل قراءته. اذا الكلمه للاخت خديجه غاميري عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشؤون والكاتبة العامة الشرعية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط 3 مرات. بالتحية والشكر إلى الحضور الكريم. نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشؤون 3 الذين صدر في حقهم القرار التأسفي بالطرد من مركزيتنا، التقينا تنظيم هذه الندوة الصحفية أسبوعا بعد صدور القرار من أجل تنوير الرأي العام بشأن الأزمة التي أصبح يعيشها الاتحاد المغربي للشؤون وطرح آفاق العمل النقابي بالنسبة إلينا داخل الاتحاد. إن الديمقراطية تعيش محنة حقيقية داخل الاتحاد المغربي للشؤون، وهو ما تجسد مؤخرا في أولا
المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس الأخير، والذي يتنافى في جوهره مع القانون الأساسي للاتحاد ومع الأعراف الديمقراطية داخل المركزيات النقابية والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية. ومن خلال هذا المقرر البئيس تم حل المكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا وتمارا وتعويضه بلجنة مسيرة تم طبقها في الدار البيضاء وفرضها على اللجنة الإدارية ثم على الاتحاد الجهوي بتوافق مع السلطات. كما تم خلاله التمهيد لطرد رفيقين عبد السلام أديب وعبد الله ناصع من الاتحاد المغربي للشغل. ثانيا، إغلاق مقر الاتحاد بالرباط لدعوى القيام بإصلاحات، وذلك منذ 9 مارس، مما أدى إلى حرمان العاملات والعمال من ولوج مقرهم ومعالجة مشاكلهم النقابية. وإن مسألة إغلاق المقرات في وجه العمال والعاملات ليست جديدة، وقد مارسه ولا زال الكاتب العام المنصب منذ 2005 بمدينة خميسات، حين حرم فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وفرع الاتحاد النقابي للموظفين وعدد من المناضلات والمناضلين من قطاعات أخرى من النشاط النقابي داخل المقر. وقد مورس الإغلاق كذلك يوم 17 مارس الأخير عندما أغلقت أبواب مقر النقابة بمكناس أمام اجتماع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تفيلات، وكانت آخر تجربة في هذا المجال هي إغلاق مقر الدار البيضاء في وجه المئات من نساء ورجال التعليم المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم الذين كانوا يودون عقد الملتقى الوطني الثاني للفروع والفئات بتاريخ 24 مارس. إن إغلاق المقرات في وجه النقابيات والنقابيين يعد دوسا خطيرا للحريات النقابية من طرف القيادة النقابية، وهو ينزع أي مصداقية عن مطالبة هذه السلطة والباترونة باحترام الحرية النقابية. ثالثا، القرار الطائش اللا مسؤول جبان لا شرعي ولا مشروع ليوم 22 مارس بطرد 3 نقابيين أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد وعضو في اللجنة الإدارية من المنظمة، وذلك باللجوء إلى ما أسمي بلجنة تأديبية تحت الطلب إن لم تكن مهنية. رابعا، التلاعب في التفرغات النقابية عبر منحها للعناصر النقابية الموالية أو في إطار محسوبية لبعض الأفراد لا تربطهم بالنقابة سوى العلاقات العائلية، وعبر نزعها من العناصر النقابية الديمقراطية غير الموالية. خامسا، التأجيل التعسفي للمؤتمر الجهوي 12 الاتحاد الجهوي بالرباط سلا تمارا في انتظار فبركة خارطة نقابية منسجمة مع رغبات البيروقراطية أو توفير الشروط للانقلاب على الشرعية. سادسا، التأجيل مرتين متتاليتين وبشكل تعسفي لموعد انعقاد المؤتمر الوطني العربي للجامعة الوطنية للتعليم، والذي تم تحديده بشكل قانوني من طرف المجلس الوطني للجامعة، مع العلم أن الجامعة لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة، أي منذ 11 مارس 1995. إن محنة المركزية مع البيروقراطيين المفسدين ليست جديدة، وقد عشناها في الاتحاد المغربي للشغل طيلة عهد الزعيم الأوحد محجوب بن صديق منذ 20 مارس 1955 إلى حين وفاته 17 شتنبر 2010. وقد أدت محنة الديمقراطية هذه إلى انسحابات فردية وجماعية وإلى بعض الانشقاقات، مما أدى إلى إضعاف المركزية والحركة النقابية العمالية ككل. وعند التحضير للمؤتمر العاشر وانعقاده في 11-12 دجنبر سنة 2010، توافقت القوى الحية داخل المركزية على الحد من العلاقات البيروقراطية والفساد، واتخذت عدة إجراءات في هذا المجال. كما تمت المصادقة ولأول مرة على قانون أساسي ديمقراطي وعلى بيان ختامي متقدم وعلى عدد من المقررات الإيجابية. وإجمالا، يمكن القول أن نتائج المؤتمر العاشر كانت مشرفة بالنسبة لمركزيتنا. إن هذه النتائج لم تعجب لا البيروقراطية التقليدية داخل الاتحاد ولا المخزن ولا الباترونة الذين رأوا فيها افتراقا من طرف اليسار فصمموا التصدي لها والانقلاب عليها، وهو ما أدى إلى احتداد الصراع حول قضايا سياسية وتنظيمية داخل الأمانة الوطنية ثم داخل المنظمة ككل. وبالموازاة مع الصراع السياسي داخل المركزية بشأن مدى الدعم الذي يمكن تقديمه لحركة 20 فبراير، وبشأن الموقف من الدستور المعدل الذي حافظ عموما على طابعه الاستبدادي،
اشتد الصراع في مجال التنظيم بالخصوص حول تشكيل وتشغيل دائرة التنظيم وحول انعقاد مؤتمري الاتحاد الجهوي للرباط الأزمارة والجامعة الوطنية للتعليم. وهكذا بدأت العناصر المتنفذة في قيادة المركزية تخطط للانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية، وكانت الذريعة للشروع في المخطط التآمري الانقلابي هو المقال الصادر في جريدة المساء يوم 23 فبراير. فبدل أن تقوم قيادة الاتحاد بالرد الصحفي المكتوب على فحوى المقال أو اللجوء للقضاء إذا ارتأى ذلك، فقد فضلت استعمال المقال كذريعة للهجوم على العناصر الديمقراطية المكافحة والنزيهة لمحاولة تشويه سمعتها في المنظمة ولإقصائها من مواقع المسؤولية التي تبوأتها عن جدارة واستحقاق وليست كمنحة من أحد. وهكذا تم الشروع في المخطط الانقلابي وأبرز محطاته: أولاً حل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلاتمارة وإغلاق المقر. ثانياً طرد 5 قياديين من الاتحاد المغربي للشغل، 3 منهم أعضاء في الأمانة الوطنية. ثالثاً التحضير لعقد مؤتمر لا ديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد الجهوي بالرباط نفسه. رابعاً مواجهة القطاعات النقابية الديمقراطية: الاتحاد النقابي للموظفين، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وبعض الاتحادات المحلية. إننا كديمقراطيات وكديمقراطيين مقتنعين بشعار خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها، سنتصدى بحزم للمخطط الانقلابي الهادف إلى الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر التاسع والمؤتمرات السابقة. سنتصدى مع كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء للاستبداد والفساد داخل مركزيتنا كما نتصدى لهما في المجتمع في إطار حركة 20 فبراير. سنواصل رفضنا للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المجتمع يوم 5 مارس وما نتج عنه من حل المكتب الجهوي بالرباط سلاتمارة وباقي الأجهزة الشرعية. سنعمل من أجل الإلغاء الرسمي لقرارات الطرد واسترجاع المعنيات والمعنيين لمسؤولياتهم الكاملة. سنواصل تحمل مسؤولياتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية وطالبين الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة أعضائه 15 من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمره الوطني العاشر. إننا ننادي كافة النقابيات والنقابيين الديمقراطيين داخل الاتحاد إلى تكثير مجهوداتهم وإلى خوض المعركة ضد البيروقراطية والفساد حتى تسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد. نوجه نداءنا لكافة العناصر المتدمرة من جبروت البيروقراطية المفسدة لتلازم مواقعها داخل الاتحاد وأن تتشبث بانتمائها التنظيم للاتحاد وبنضالها المتواصل من أجل الديمقراطية الداخلية ومن أجل خدمة الطبقة العاملة. ننادي كافة الديمقراطيين والديمقراطيات النقابيين والنقابيات الديمقراطيين بالمركزيات النقابية المناضلة إلى تبني المعركة ضد البيروقراطية والفساد وإلى تكثيف مجهوداتهم من أجل فرض الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة سيرا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية التي تنشدها الطبقة العاملة. ننادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا لتجعل من ديمقراطة النقابات والحركة الجماهيرية عموما إحدى اهتماماتها الأساسية، إذ لا إقرار للديمقراطية في المغرب دون إقرارها داخل المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية. وأخيرا إننا نحذر العناصر البيروقراطية ذات التوجه الاستئصالي والمدعمة من طرف السلطات المخزنية من التمادي في هروبها إلى الأمام وهجماتها المسترسلة على المناضلات والمناضلين الديمقراطيين، لأنها ستكون أول الخاسرين جراء غضب وانتفاضة الطبقة العاملة ضد ممارساتها المفلسة والتي لا علاقة لها بالأجواء التي نعيشها مغاربيا وعلى الصعيد العالم العربي بعد انطلاق ثورة البوعزيزي. كما ننبه الدولة والباترونة الالتزام حيال والكف عن تدخلها لمناصرة الاتجاه البيروقراطي المفسد ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد.